هنا الشرط السادس بيذكروا العلماء فيما يتعلق بالأضحية أن يذبح المسلم أضحيته بعد الصلاة، بمعنى ديك الأضحية غادي تذبح ما تذبحهاش قبل ما يصليوا الناس، لا بد تكون وقت الذبيحة أن يكون بعد صلاة العيد، ما تذبحش الأضحية حتى تصلي صلاة العيد. راه اللي ذبح الأضحية قبل ما يصليوا الناس صلاة العيد أضحيته غير مقبولة عند جميع العلماء جميع المذاهب. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. إذن أول حاجة كنديروها تنصليو ونرجعوا من المصلى حتى نذبحوا، والأيام ديال الذبح ثلاث أيام، نهار العيد وتاني عيد وثالث عيد قبل المغرب، إلى غربات الى ود المغرب نهار ثالث عيد ما بقاش العيد الكبير. هذا علاش كنقولوه، تتلقى شي واحد مثلا خدام في الامن بوليسي ولا خدام في جدارمي ولا خدام عسكري ولا خدام عسس في شي شركه ولا مقابل شي حاجه ما يقدرش نهار العيد يخرج، يقدر ولادو ما يذبحوش حتى ثاني عيد ويجي هو عيد معاهم حتى ذاك راه عيد، يقدر حتى ثالث عيد ويجي عادي يذبحوا، يقدر يتسناو يشريو الاضحيه ديالهم نهار العيد يخليوها يمشيو مثلا يدوزوا النهار مع جداهم ولا مع خالتهم ولا مع كذا حتى الغد الى جا الاب ديالهم، ماشي كل عيد مجموع تجمعوا الناس. وهذا كان هذه الفائده باش يعرفوها الناس مساك اللي عندهم بعض الوظائف بحال طبيب في المستعجلات ولا شي واحد في الامن ولا شي واحد خدام شي خدمه اللي كيعس على المصالح المسلمين، راه ما فيها باس الا غيجي النهار الثاني ولا النهار الثالث ويعيدوا معاه وليداته ويعيدوا مجموعين. اما يذبح الانسان قبل الصلاه فالاضحيه تاعو غير مقبوله. عن انس بن مالك قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فانما ذبح لنفسه. راه اللي يذبح الاضحيه قبل ما يصلي راه غير ياكل وشرب، اما العيد راه ما عندوش. تلقى الانسان دابا السبعه الصباح تيشويه في القصبان، الناس باقي يلا غادي للمصلى، كاين المليح هذا العام تبارك الله، اش من مليح كاين، المليح راه ديما كاين، البهيم راه ديما كاينين، الغنم ديما كاين، المعاز ديما كاينين، البقر ديما كاين، ولكن هذه راه عباده راه عندها الوقت ديالها. يقدر يقول لك شي واحد انا ما تنص... البلاد عندنا ما كايناش المصلى، ما كاينش المصلى بعيد، ما كنصليوش العيد في البلاد، حنا قلال يلا كاين واحد 10 ديال الدول ولا 15 حتى الجمعه ما كايناش. تنقول لي غتسنى حتى تصلي اقرب صلاه للدار ديالك، اقرب بلاصه كاين فيها العيد تيكملوا، اتصل بهم ولا سول ولا شوف الوقت عاد ديك الساعات ذبح وضحي. فهمنا؟ ولا شي واحد مريض ها المصلى كاين حداه لكن مريض ما قدرش يخرج يصلي صلاه العيد، نقول له صبر ترجعوا الناس من المصلى عاد ديك الساعات ذبح ديك الذبيحه اللي عندك. وفي روايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذبحن احد حتى يصلي، لا يذبحن احد حتى يصلي. اما علماء المالكيه تيقول لك الانسان ما خصوش يذبح حتى يذبح الامام، المذهب ديال الامام مالك، وقول عند الامام احمد، روايه عند الامام احمد ايضا انه الذبيحه كتكون الى ذبح الامام، ذاك الامام اللي صلى بك في المصلى راه من السنه يجيب لك بجديل المصلى تيكمل الصلاه تيكمل الخطبه كيذبح تما باش الناس يرجعوا راه عرفوا الامام ذبح عاد حنا كنذبحوا. بس استدلوا الملكيه لهذا الامر بحديث رواه جابر قال صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا قبل أن ينحر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا. شي ناس في المدينة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا يذبحوا قبل ما يذبح هو، فأمرهم أن ينحروا وأن يعيدوا. العلماء قال لك هذا الحديث يحمل على النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يعمل عبادة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب حوار نضحي، وقال هو محمول على النهي بحال قلت تيعلمو باش ما يصلي اليوم ذبح هذا العام ذبحو قبل ما يذبح هو، إذا سكت يقدر العام الجاي ذبحو قبل ما يصلي، بحال قلت يبغي يسد عليهم ذاك الباب باش ما يزربوش حتى يتأكدوا بأن الناس صلوا العيد وحتى يذبح النبي صلى الله عليه وسلم عاد يذبحو. علاش؟ لأن كاين حديث آخر من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، كاين اللي جمع بين ذوك جوج أحاديث وقال لك بأن الإمام يصلي في المصلى ويذبح في المصلى راه الناس راجعين راه صلوا والامام ذبح، وهكا تنخدموا الاحاديث كامله. كاين اللي قدم الاحاديث ديال الذبح بعد الصلاه لكثرتها ولعدم وجود الاعتراض عليها، كاين اللي قدم الحديث ديال الذبح بعد ذبح الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي مقدم على الاباحه وعلى الحظر، النهي او الحظر مقدم على الاباحه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يذبح الرجل قبل ان يذبح الامام، هذا في المذهب المالكي وروايه عند الامام احمد. ومن ذبح بعد الصلاه ان شاء الله فالراجح انه لا حرج عليه باذن الله.